تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية. دائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية، ونرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. ورحب بفريق العمل في الإعداد، فريق العمل عندنا في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق والمتابعة أستاذة إسراء، مع مخرجنا المبدع دائما نمر، وفي التقديم معانا محدثتكم دكتورة هند العوضي، ويشاركني اليوم زميلتي آمنة العلي. صباح الخميس الونيس آمنة. هي والله صباح الخميس الونيس دكتورة. آمنة اليوم مستمعي ومستمعينا الأعزاء من خلال برنامج صحة وسعادة أذكركم بتواصلكم معنا، وأيضا إذا عندكم أي ملاحظات على الأرقام التالية 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا حاب أذكركم بأهم ثلاث طرق لحماية أنفسنا وغيرنا من كوفيد-19. نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن مسافة مترين، ونحرص على ارتداء كمامنا طوال الوقت وبطريقة صحيحة، وإلى جانب نحافظ على نظافة يدينا ونغسلها باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة والقيمة. الحلقة اليوم بتتكلم عن تحدي دبي اللي اللياقة 30-30. راح أيضا نتكلم عن آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم الجميع، ونتواصل مع اسم الجناحي عشان تعطينا آخر أخبار وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هاي الحلقة بعد بنتعرف على مشكلات السمنة، أحدث العلاجات المتوفرة عند الهيئة، ونتحدث بعد مثل ما قلت لكم عن تحدي دبي لللياقة وأثر هذا التحدي على الصحة العامة، ونختم حلقتنا بأهم الأسئلة والاستفسارات الشائعة لدى الطلبة وأولياء الأمور فيما يخص كوفيد-19. ونبدأ أعزائي المتابعين مع أول خبر محلي. نعم، خبرنا اليوم يقول أن العالم يستخدم 129 مليار قناع شهريا لمواجهة كوفيد-19، ويحذر دعاة حماية البيئة من أن تريليون قناع للوجه يستخدم لمرة واحدة يمكن أن يلوث محيطات العالم بشكل يتعذر إصلاحه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تدويرها. وبينما يكافح العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، تشير التقديرات إلى أن العالم يستخدم 129 مليار قناع وجه قناع للوجه و65 مليار قفازات بلاستيكية كل شهر. وعلى الرغم من الجهود اللي تبذلها بعض الشركات لإعادة تدوير العناصر، يقول نشطاء أن 90% منها فقط هو ما يتم تدويره، أما 90% منها فقط ينتهي بها المطاف في مكب النفايات، أي ما يعادل أكثر من تريليون قناع وجه سنويا، وهو ما حذر منه الدكتور الكبير في كلية العلوم الطبيعية بجامعة بانجور في ويلينيز. عن طلع في آثار جانبية لاستخدامنا للكمامات. نعم. إن شاء الله يحصلون على طريقة مناسبة لإعادة تدويرها آمنة. طبعا دكتورة أنا شوفت ما شاء الله عليك قناعك دائما معاك، وقناعك يمكن غسله وإعادة استخدامه، وإن شاء الله بعد هالخبر كلنا نحاول كثر ما نقدر عشان نحافظ على البيئة نستخدم ماسكات قطنية. دكتورة ممكن تفيدينا تقولي لنا إذا هاي الماسكات صدق، في ناس يقولون لا يمكن يعني مش مفيدة نفس الماسكات طبعا العادية. ما لنا غنى عن الكمامات الطبية، هي تعتبر يعني هي أفضل الكمامات، بس في كمامات قماشية مع فلاتر في داخلها، فهذه تعتبر شوي أحسن من الكمامات القماشية العادية آمنة. نعم. فأنا اللي استخدمها في فلتر داخلي. طبعا دكتورة ناخذ الكلام منك، بس ما زلت أنا أنصح بالكمامات الطبية الجراحية، هي تعتبر الأفضل في الحماية. نعم. وحين نبدأ مع اسم الجناحي، وبتكلمنا عن أهم ما تم تحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. صباح الخير أسماء.
صبحكم الله بالنور والسرور عليكم على كل مستمعين إذاعة نور دبي. تخبرينا اسم اليوم شو عنا وما هو المتداول من مناقشات وأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أكيد، بس أول شيء حب أقول مساكم الخميس الونيس، واليوم نصيحتنا نقولها للجميع، استغلوا عطلة نهاية الأسبوع تسوون أي نشاط ما يتعلق بعملكم، افصلوا عشان تردون يوم الأحد وأنتوا أكتف. فهاي نصيحة وايد مهمة، خصوصاً الأشخاص اللي يشتغلون وايد أو 24 ساعة، أحياناً تحتاجون على الأقل يوم واحد بريك، عشان أن أنتوا يعني أنتوا منتين الطاقة اللي فيكم ما توصلون لمرحلة الإحراق. النصائح غير هذه الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن حالياً مركزين هذا الشهر على مرضى السكري كحملتنا الخاصة بشهر نوفمبر. أيضاً نحن ما زلنا مستمرين في حملات التوعية لكوفيد 19، وأمس كنا ناشرين فيديو جميل ومميز شاركنا فيه القنصل العام الهندي في دبي والإمارات الشمالية. الفيديو هو وايد جميل، تكلم أيضا عن الإنجازات اللي صارت في دولتنا الحبيبة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها، أنه بما أن اليوم خميس الكل يبغى يظهر، اللي يبغى يصير البحر واللي يبغى يصير هالأماكن، نتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية عشان سلامتهم وسلامة الأشخاص اللي معاهم. أيضا إذا كانوا بيسيرون مثلا أي مكان وحسوا أنه زحمة، لا يروح الأماكن المزدحمة، ممكن يغيرون الوجهة، يعني مو بنهاية الدنيا، فممكن الواحد يعني يغير وجهته ويروح لوجهة ثانية، على الأقل أنه هو يكون مرتاح وأهله يكونوا مرتاحين، وخصوصا إذا كان عندهم حد من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة. فنتمنى للجميع أنهم يستفيدون أيضا من الخدمات الإلكترونية تقدمها هيئة الصحة، بالأخص مواعيد فحص كوفيد ومواعيد تطعيم الإنفلونزا متوفرة في تطبيقنا الذكي. تقريبا هالأشياء نحن كنا مركزين فيها خلال الأربع ساعات الماضية. نتمنى للجميع أخذ الاحتياطات الاحترازية، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتي أسماء. وطبعا مع فقرة مستجدات السوشيال ميديا دكتورة، نحب نذكر أعزائي المستمعين أن يتابعون حساب DHA_Dubai ويشجعون زميلنا عبد الله الشرهان طبعا من العام يمارس تحدي، يشارك في تحدي دبي للرياضة ويحاول أنه ينزل وزنه. نتمنى من المستمعين اللي يسمعونا اليوم يروحون ويعلقون على الفيديو ويشجعون عبد الله، ونبغى كومنتات تشجيعية عشان يستمر عبد الله لنهاية شهر نوفمبر ولنهاية السنة ويتم يتمرن، وإن شاء الله نشوف عبد الله في نزول للوزن وصحة أكثر طبعا. وأعزائي المستمعين بعد الفاصل بيكون معنا فقرة خدمات الهيئة، وبنتحدث في هذه الفقرة عن علاج السمنة في هيئة الصحة بدبي. كونوا معنا أعزائي المستمعين وننتظركم بعد الفاصل. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين رجعنا لكم مع برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414، ولرسائل النصية 4006. واليوم في فقرة خدمات الهيئة بنتحدث عن خدمات علاج السمنة في هيئة الصحة بدبي مع الدكتور زيد عبد العزيز. ومن بين طبعا الخدمات المتميزة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في منشآتها الطبية، تأتي خدمات علاج مشكلات السمنة، وتعمل الهيئة تجاه هذا النوع من المشكلات على أكثر من صعيد، منها الوقائي ومنها العلاجي. ولأهمية هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور زيد عبد العزيز، استشاري جراحة السمنة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. أهلا دكتور. دكتور، ممكن تحدثنا في البداية عن السمنة، وهل زيادة الوزن تعني السمنة؟ والله شوف، السمنة مرض مزمن ويكون فيها زيادة مفرطة من الدهون بالجسم،
والعادة السمنة فيها درجات ونحن نقيسها بالكتلة، والكتلة عبارة عن ناتج تقسيم الوزن على مربع الطول بالمتر، لأن احنا نسميها البي ام اي. فممكن يكون وزن زايد اللي هي الكتلة تكون من 29 من 25 إلى 29، أو أن يكون السمنة درجة أولى اللي هي من 30 إلى 34، درجة ثانية اللي هي 35 إلى 39، وبعدين السمنة المفرطة اللي هي فوق 40، والمفرط زايدة اللي هي فوق 50. نعم دكتور، ممكن تحدثنا هل هناك أسباب، يعني سبب معين وراء فرط الوزن والسمنة، وهل لك أن تعددها لنا بالترتيب، يعني من الأخطر أخطر الأسباب إلى الأقل خطورة؟ والله شوفي، هي نحن نعرفها في السمنة أنه في عامل وراثي، وبعدين كثرة تناول الأطعمة اللي فيها سكريات والنشويات وعدم ممارسة الرياضة، وفي طبعا أنواع الأدوية وضغط النفسي. فهو عادة نحن عندنا في مجتمعنا الكثرة التناول الأطعمة اللي فيها سكريات ونشويات، وشيء ثاني اللي هو عدم ممارسة الرياضة. طيب دكتور، لو تكلمنا شوي عن نوعية الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة في دبي في هذا الجانب. والله تشوف في عندنا في مستشفى دبي فريق كامل متكون من الأطباء الغدة الصماء والأخصائية التغذية والصحة النفسية، وطبعا في النهاية الجراحة، عارف كيف. ونحن مرتبطين مع في عندنا نحن القسم، نحن نجتمع شهريا مرة مع الدول اللي هي مشاركة فيها 15 دولة، نناقش فيها حالاتنا هاي الموجودة في مستشفى دبي. نعم ما شاء الله دكتور، خدمات كاملة متكاملة، يعني نحن يعني أنتم تشوفون المريض من جميع الجوانب، صحيح دكتور؟ إيه طبعا، لأن لازم يكون تشخيص درجات السمنة، هل المريض يحتاج إلى عملية أو لا يحتاج إلى أخصائي تغذية، مع مساعدة من ناحية الصحة النفسية. دكتور أنت ذكرت أنكم تناقشون الحالات اللي عندكم مع 15 دولة، ممكن بس نعم. شوي توضح لنا آلية الإجراء هذا، وشو الفائدة من أنك أنت تناقش الحالات مع الدول الثانية؟ طبعا نحن في كل خميس في شهر مرة نجمع حالاتنا، ومثل الدول الثانية تجمع هاي حالاتهم ونناقش فيها حالات الصعبة اللي هي شو الممكن الواحد يعطيها، مو بأن المريض ممكن سوى عملية وسوى عملية ثانية وشو الحل، عرفت كيف؟ فأنك أنت في هل يعني من هذه الطريقة أنك أنت أول شيء ممكن يعني تنصحين بالمريض بالعملية الصحيحة اللي يقدر ينزل فيها وزنه، يعني مثل كأنك أنت تناقش حالة المريض الصعبة مع العديد من الخبراء الموجودين في العديد من الدول. طبعا. وهل الدول الثانية بعد تعرض حالاتها بعد عليكم، يعني هل هو طبعا. فهذا شيء جميل يعني دكتور، أن الدول الثانية بعد تستشيركم في بعض الحالات الصعبة اللي أتي لهم، يعني نستشير بعضنا في 15 دولة، وكل وناس من الأطباء المعروفين في العالم. زين دكتور، هل التدخل الجراحي هو الحل الوحيد في كل حالات السمنة؟ لا والله، على حسب الكتلة، إذا كانت الكتلة من 40 ما فوق يعني فتدخل جراحي يعني مطلوب، أو إذا كانت الكتلة من 35 مع أمراض المتلازمة مثل الضغط والسكر، أمراض النوم وزيادة والارتفاع الكوليسترول، هني نحن ننصح بالعملية. إنزين دكتور. بشرط إن سوري، بشرط إنه يمر على الفريق المتكامل، عشان الفريق اللي هي لازم ينزل وزنه قبل العملية، عرفتي كيف، ويمر على الأطباء الغدد والصحة النفسية. يعني قبل ما تقررون أنه هذا الشخص راح يدخل للجراحة يمر على مراحل معينة قبل ما أن المريض يدخل للجراحة، من ضمنها تقييم من طبيب التغذية، تقييم من الحالة النفسية، وهل في أشياء ثانية بعد يقيم عليها الشخص ولا؟ هي أنه قادر أنه ينزل وزنه
زين وشو نوع الاكل اللي ياكله على فكره، هل هو ياكل حلويات؟ لان حتى العمليه بتختلف من عمليه الى اخرى يعني. ودكتور لو شوي تشرح لنا ما بعد العمليه شو راح يصير للشخص؟ طبعا بعد نحن عندنا برنامج كامل ان نشرح لنا بعد العمليه شو بيكون، يعني يبدا هو اول شيء بالتناول السوائل وبعدها المهروس وبعدها الاكل العادي. وطبعا اهم شيء بعد العمليه انا اعتقد ان الطبيب عليه 30% والمريض لازم عليه 70% عشان يكون نزول الوزن يكون يعني صحيح، ان لازم يتابع عند الرياضه، وشيء ثاني اللي هو اخصائية التغذيه يعني أنت كأنك تقول دكتور أنت تسوون يعني جزء من التدخل لكن الباقي كله يعتمد على المريض ومدى التزامه ومدى التزامه بتعليماتكم وتغيير نمط حياته بعد دكتور. صحيح دكتور. أنا عندي سؤال، يعني في كثير يعني يتحرون أن هاي العمليات هي الحل السحري وإذا هم سووا هاي العملية لا يمكن أن يرجع وزنهم يزيد ما بعد العملية، فهل أنت توافقهم هذا الرأي أو أنت لك رأي ثاني يعني؟ لا طبعا ما أوافقهم، لأن نحن مسوين هالمراحل. أول شيء لازم المريض يتعلم أنه لازم أنه يمشي على برنامج رجيم حتى يعني بعد العملية، هذا واحد. ورياضة، لكن ممكن يزيد أو طبعا ممكن يزيد، يعني معروفة هاي العمليات الجراحية ممكن المريض يزيد من يعني 10 إلى 30% إن كانت يعني تكميم أو قص معدة أو تحويل مسار إذا المريض ما التزم بالتعليمات الأطباء والأخصائية التغذية والرياضة. هاي نقطة جدا مهمة الشخص لازم يستوعبها، أن في احتمالية أن وزنك في إمكان أن يزيد إذا أنت ما غيرت من نمط حياتك أو غيرت من طريقة عيشك للحياة. هل صحيح هذا الكلام؟ أنت تأيدني دكتور في هاي؟ طبعا. دكتور احنا نلاحظ على الكثير من الحالات ان بعد العمليات يعني وايد ينزل وزنهم بشكل كبير لدرجة ان احنا نحسهم مرضى او تعبانين، فهل في سبب لهذا التغير المفاجئ فيهم او هذا الشيء يمكن مرحلة وتعدي؟ والله تشوفي اول شيء بالنسبة لقص معدة في أطباء يحاولون أن يضيقون المعدة بطريقة أن حتى المريض لا يقدر يشرب ويأكل، طبعا هذا خطأ. شيء ثاني نفس المريض، هل المريض يتابع عند أخصائي غذائي التغذية؟ هل يتابع يسوي رياضة؟ هل الأكل صحي؟ عرفتي هل شربه للماء كافي؟ فهي هاي كلها يعتمد على المريض نفسه. عرفتي كيف؟ بالضبط، يعني الشخص لازم يكون مستوعب ان هذه بتكون عملية ولازم هو يلتزم بالأكل الصحي، النظام الصحي، بنصائح الطبيب، مو فقط يعتمد اعتماد كامل على العملية وانتهى. هي مرحلة ثانية ما بعد العملية الشخص لازم يلتزم فيها دكتور. ممكن بس اضيف النقطة شوف بالنسبة ليش اللي يكون تقييم المريض إنه شو نوع العملية اللي هو محتاج لنا. أحيانا للأسف في أطباء يعني مو محتاج إلى عملية مثلا تحويل مسار أو تحويل مصغر، يعني عند يعني كتلته ممكن من نعملها القص معدة كافية. فطبعا أحيانا المريض ينزل وزنه أكثر من وزنه من الزايد، وهي نقطة مهمة جدا بعد. يعني الشخص لازم يختار الطبيب الكفؤ اللي عمل هاي النوع من العمليات وما يستعجل في اختياره للأطباء. هل في نصيحة أخيرة تقدر تعطينا إياها دكتور؟ هي نفس النصيحة، أنه لازم يختار الطبيب لأن عملية قص معدة خاصة في الخاص يعني عملية سهلة، فالأطباء دائما يحاولون أن يسوون قص معدة مو مثلا تحويل مسار أو تحويل مسار مصغر يعني، فلازم يتم اختيار طبيب مناسب يعني.
طبعا جميع الأطباء الموجودين في هيئة الصحة على قدر كافي من الخبرة والكفاءة، فإحنا ننصحهم إذا هم يعني حابين يسوون هاي النوع من العمليات أن يلجؤون للأطباء الموجودين في هيئتنا دكتور، يعني وما يأخذون الحل الأسرع والأسهل ويلجؤون لأطباء يمكن غير على قدر كافي من الخبرة والكفاءة. صحيح. طبعا الأطباء الموجودين عندهم الموجودين في هيئة الصحة مثل ما أنت ذكر دكتور في فريق متكامل وفي مراحل عديدة يمر فيها الشخص قبل ما يدخل في غرفة العمليات، وهذا الشيء يمكن ما يتوفر في أماكن ثانية، بس إحنا في هيئة الصحة نحرص إن هذه تكون رحلة متكاملة قبل العملية وبعد العملية وأثناءها أيضا. صحيح. دكتور زيد شكرا على وقتك الثمين، وشكرا لأنك أعطيتنا معلومات جدا مثرية، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك وأهلا وسهلا. إيش رأيك آمنة في الكلام اللي قاله دكتورنا؟ صح، يعني دكتورة في ناس محتاجين لمثل هذه العمليات اللي أوزانهم يمكن تكون يعني مرتفعة ومؤثرة على حياتهم، إذا كانت تتأثر على صحتهم بعد. في ناس يعني بينهم وبين الأمراض المزمنة أو ممكن يدخلون في مضاعفات من الأمراض المزمنة اللي فيها، فهاي العملية تعتبر منقذة لحياتهم، بس الكثير استغلوا هذا الشيء وصاروا يستسهلون أنهم يدخلون نفسهم في هاي العمليات بدل ما يغيرون من نمط حياتهم ويتبنون عادات صحية. نعم، ودكتورة تغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي موضوع مش يعني أنه كأنه معجزة، لا، بإمكان الإنسان إذا كان عنده إصرار وعزيمة، وشفنا صراحة أمثلة كثيرة في الواقع على ناس نزلوا أوزانهم بطريقة صحية بدون هذه العمليات وبدون ما يخسرون يعني صحتهم أو يدخلون في عمليات الله يعلم شو نتائجها. هي أسلوب حياة، هي مو بين ليلة وضحاها أنت بتغيرين عادة معينة، هي أسلوب حياة، ولازم الواحد يحط في باله أن هذه مش يوم أو يومين، هي مدى الحياة. نعم، وطبعا دكتورة نذكر أعزائي المستمعين أن نحن فقراتنا ما زالت مستمرة، وبيكون معنا بعد الفاصل مصطلح طبي اللي هو التعلق الانفعالي، وكذلك بيكون عندنا في فقرة العلاج الطبيعي والرياضة الأستاذ حمزة عباس بيحدثنا عن مشاركة هيئة الصحة في دبي في تحدي دبي للياقة، فنتمنى منكم أن تنتظرونا، بنرجع لكم بعد الفاصل، انتظرونا أعزائي المستمعين. صحة وسعادة. مستمعينا رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل الفاصل قلنا لكم أن بنكلمكم عن مصطلحنا الطبي. مصطلحنا الطبي لليوم هو عن التعلق الانفعالي. هي حالة تعتبر جدا نادرة لكنها خطيرة في نفس الوقت. هي معناته أن لا ينشأ فيها تعلق صحي بين الرضيع ووالديه أو من يتولون رعاية هذا الطفل، وقد يصاب الطفل باضطراب التعلق الانفعالي إذا لم تتم تلبية احتياجاته الأساسية للراحة والتعاطف والرعاية، ولم تنشأ بينه وبين الآخرين روابط مستقرة مليئة بالحب والرعاية. طبعا مع العلاج قد تصبح علاقات الأطفال المصابين باضطراب التعلق الانفعالي مع القائمين على رعايتهم وغيرهم علاقات صحية تتسم بالمزيد من الاستقرار، وتشمل علاجات اضطرابات التعلق الانفعالي طبعا المشورة النفسية، تثقيف الوالدين، تعزيز التفاعلات الإيجابية للطفل، وخلق بيئة مستقرة وحاضنة. اليوم راح نتكلم عن مستمرين في حديثنا عن تحدي دبي للياقة. هاي المبادرة تعتبر فريدة من نوعها، هي أحد أهم المحفزات القوية التي تدفع أفراد المجتمع إلى اتباع الأنماط الحياتية السليمة التي تحفظ لهم صحتهم ولياقتهم، وهو أمر تحرص عليه هيئة الصحة في دبي وتعمل على تشجيعه وتتواصل مع فئات المجتمع من خلال حملاتها وبرامجها التوعوية لتعزز المفاهيم الأساسية لتحدي دبي للياقة وترسخ أهداف هذا التحدي في أوساط الجميع.
وهذا بدوره هو ما يجعل الهيئة دائما في طليعة المشاركين في هذا التحدي من خلال الأنشطة والفعاليات اللي حدثنا عنه الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذي حمزة. صباح النور، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. أستاذ حمزة صباح الخير. صباح النور يا هلا والله. اليوم سعيدين لتواجدك معنا اليوم ولروحك الجميلة اللي بتضيفها للبرنامج. وأنا أسعد. أستاذ حمزة، ممكن تعطينا نبذة سريعة عن تحدي دبي للياقة وفكرته وأهدافه؟ تحدي دبي للياقة نحن نعتبره شكل احتفالي سنوية، وكل ما يتعلق باللياقة البدنية والحياة الصحية الموجودة في إمارة دبي. أطلقت هذه المبادرة في عام 2017، وهي تشجع جميع الناس اللي في المدينة على ممارسة نشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة يوميا على مدى 30 يوم. ويشتمل تحدي دبي للياقة على جدول حافل بالفعاليات الرياضية والصحية والترفيهية في معظم حدائق دبي وأماكن ثانية اللي فيه ممكن واحد يمارس فيه النشاط الرياضي، على شواطئ دبي، في المضامير، في الأحياء الموجودة في دبي. الهدف المساهمة، الهدف الأساسي من المساهمة في زيادة النشاطات البدنية اللي الناس تقوم في بالصحية في دبي. والهدف الثالث تشجيع السكان وتثقيف السكان الموجودين كبار سن، الأطفال، الشباب، على ممارسة النشاط، وتكون نشاط رياضي كأسلوب حياة لهم دائما. يعني اللي يمارس النشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة في اليوم بعد فترة بيتعود هو من نفسه يمارس. ونحن نلاحظ يعني في مدينة دبي الحمد لله والحكومة وحكومتنا الرشيدة بقيام بعمل مضامير للنشاط الرياضي بجميع أنواع الأنشطة الرياضية اللي موجودة في دبي. لو تلاحظون في جميع الأنشطة البحار وهي أماكن ثانية الناس تقول بعمل نشاط، بس مو في هالشهر، طول السنة في ناس تمارس النشاط الرياضي. نعم، وذلك هذا هدف الأساسي من موضوع اللياقة. نعم، وطبعا لهذا الشهر أستاذ حمزة يعني أثر إيجابي على الصحة وأثر إيجابي على سكان إمارة دبي، ويكون فيه تحدي أكبر، فشو رأيك من قيمة شهر نوفمبر وقيمة هذا التحدي؟ بخصوص التحدي دبي للياقة وقيمة الشهر الصحي وعلاقته بالصحة بعد، لو تلاحظين أنت الإنسان اللي يمارس النشاط الرياضي دائما يكون نشيط. نعم، ما يكون كسلان، يجي عمله نشيط، عنده إنتاجية أكثر غير عن الناس اللي ما يمارسون أي نشاط رياضي بس حتى لو مشي شوي بعد ما يسوون في حياتهم. تلاحظ الناس اللي ما يمارسون نشاط رياضي دائما تشوفين هم بالصحة جيدة، أمراضهم قليلة، وبذلك يكون الصحة والرياضة لهم علاقة ببعضها. نعم، وطبعا لأن الصحة والرياضة لهم علاقة مثل ما قلت مرتبطة مع بعض، ممكن تحدثنا عن مشاركة هيئة الصحة في دبي في هذا التحدي، وهل هناك هذه السنة طبعا مع وجود كوفيد-19 هل هناك برامج محددة أو نطاق مشاركة من هيئة الصحة في دبي في هذا التحدي؟ احنا كلجنة رياضية الحمد لله طول السنة عنا جدول سنوي، خطة سنوية لممارسة الأنشطة الرياضية موظفي هيئة الصحة، ومشاركتنا بجميع المحافل الرياضية وبطولات الرياضية وفعاليات الرياضية اللي تكون في دبي ولنظمها مجلس دبي الرياضي. نعم، طول السنة نحن ممارسين أنشطة وفعالياتنا شغالة كل سنة. نحن ما مرتبطين بس بشهر 10 نسوي أنشطة رياضية، لا، طول السنة. أما بخصوص شهر 10 هذا شهر له مميزات ثانية، لأن هذا بيكون من الحكومة، من الأخوة في السياحة، ومن المبادرات مالها نحن وجميع الدوائر حكومة دبي نقوم بعمل فعاليات كبيرة. ونحن في هيئة الصحة عملنا سنة جدول وخطة مع إدارة الإعلام عشان التغطية الإعلامية بعد، عشان نسوي نحن عاملين في عنا فعاليات في كرة السلة، في التنس الأرضي، في كرة الطائرة، في كرة القدم، وعنا فعاليات للسيدات نسوينا مع اللجنة الرياضية لأن الموجودين نسوين بعض البرامج، لأن في موضوع كورونا الحين السنة بعض الألعاب الصعبة واحد يكون تجمعات الكبيرة فيه، عاملين برامج عن طريق البعد، نسوي بعد برامج رياضية مع الأخوات في اللجنة، عاملين بعض البرامج حق السيدات، عاملين برنامج في نادي السيدات حق الموظفات،
هذا طول شهر هذا نحن الحمد لله يكون مشاركين في جميع الفعاليات. نعم، مثل ما ذكرت أستاذ حمزة، أنتم لكم فعاليات وأنشطة على مدار العام، ولكن تتعاونون وتكثفون أيضا من هذه الأنشطة في شهر نوفمبر. طبعا ممكن تعطينا أستاذ حمزة نصيحة أخيرة للناس اللي مثل ما قلت ما يتحركون حتى نص ساعة في اليوم؟ نصيحتي للجميع الموجودين في مدينة دبي وعلى أرض الإمارات من قبل بصفة عامة، يعني هذا تحدي دبي، كل الناس يشاركون فيه بصفة عامة في دولة الإمارات يمارسون نشاط. نعم. إن تكون نشاط الرياضي يكون ثقافة وأسلوب حياتهم، دائما يمارسون نشاط رياضي، لأن النشاط الرياضي دائما يخلي الإنسان بصحة جيدة، وكل الناس تمارس نشاط رياضي. نحن في المضامير الحكومة ما قصرت في عمل مضامير في جميع أنحاء مدينة دبي، أي مكان تروحين أنت في أي مدينة في أي منطقة في دبي في مضامير، على البحر فيه، في أحياء سكنية فيه، وبالتالي الحكومة وفرت كل شيء. ليش نحن ما نساعد الحكومة المضامير الموجودة نمارس في نشاط الدراجات، نشاط الجري، جميع حتى في المدينة، حتى في نشاط نمارس في كاياك مسوين على البحر فيه، وبالتالي ننشد جميع الموظفين أو أفراد المجتمع الموجودين على أرض دولة الإمارات أن يمارسوا نشاط رياضي لصحتهم وسلامتهم. نعم، أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذه المعلومات القيمة، ونتمنى نستضيفك أكثر خلال هذا الشهر ونتحدث أكثر عن مبادرات هيئة الصحة في دبي في هذا التحدي وتحدي دبي للياقة. شكرا لتواجدك أستاذ حمزة. وأنا شاكر لكم. شكرا. وطبعا من فقرة العلاج الطبيعي والرياضة وتحدي دبي للياقة بننتقل لفقرة الصحة العامة، وبنتحدث عن الأسئلة الشائعة حول كوفيد 19، وبيكون معانا اليوم الدكتور وليد حسن الفيصل استشاري الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلين فيك دكتور. دكتور بداية ممكن تحدثنا عن الجانب الوقائي وكيف نعزز الجانب الوقائي لدى طلبة المدارس من جميع الأمراض بشكل عام؟ بصورة عامة هناك نوعين للوقاية. نعم. تقوم هيئة الصحة باستمرار بتنفيذ برامج تتعلق بها، هي الجوانب العامة للوقاية التي تتعلق بالتغذية السليمة والمتوازنة. نعم. وممارسة النشاط الحركي كما ورد بالفقرة السابقة وتم التأكيد عليه، وكذلك ممارسة قواعد النظافة العامة. وفي هذه الحالة في حالة كوفيد 19 هناك ثلاثي ذهبي يجب التأكيد باستمرار عليه، يتعلق بغسيل اليدين بصورة متكررة بالماء والصابون على الأقل 20 ثانية، خاصة قبل لمس الوجه أو تناول الطعام. كذلك التأكيد على لا نقول التباعد الاجتماعي، وإنما الحفاظ على مسافة معينة من الأشخاص الآخرين في الأماكن العامة، وهي المسافة التي لا تقل عن مترين. كذلك العنصر الثالث من الثلاثي الذهبي هو ارتداء الكمامة في جميع الأوقات التي يتواجد فيها الشخص في أماكن عامة مع أشخاص آخرين. بالنسبة للجانب الآخر من الوقاية هو الجانب الذي يتعلق بتطبيق ممارسات خاصة بالوقاية، وهي الوقاية النوعية التي تتعلق بإعطاء اللقاحات. وكذلك تقوم هيئة الصحة باستمرار بتنفيذ البرنامج الوطني للقاحات المدرسية. نعم. في التشييك بصورة مستمرة على لقاحات الطفل، والتأكد من أنه قد حصل سابقا على جميع اللقاحات الضرورية، وفي حال وجود لقاحات لم يحصل عليها استدراك ذلك وإعطائه اللقاحات اللازمة من أجل الوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاح. نعم دكتور، أسئلة الناس تزداد وتتكرر حول طبعا موضوع المدرسة والصحة المدرسية، ونحن نحب دائما نرد نذكر في البرنامج عن هذه المواضيع، لأن هاي أسئلة مثل ما ورد دكتور سابقا أسئلة يعني الناس يعني تتكرر من الناس. في ناس يقولون إذا خالط طفل ثبت إصابته فيروس كورونا شو ممكن أسوي؟ فممكن تجاوب على هذه الاستفسارات اللي ترد لكم أنتم في الصحة العامة ونحن كذلك كأهالي وأولياء أمور.
بصورة عامة تردنا باستمرار أسئلة تتعلق بمسألة البقاء في المنزل، كذلك تردنا أسئلة تتعلق بوجود أعراض مرضية وما هي هذه الأعراض التي يجب الاهتمام بها، كذلك تردنا أسئلة عن حالة المخالطة وما هي ضرورة أنه نتخذ إجراءات معينة مثل إجراءات الحجر الصحي في حال ثبوت مخالطة طفل لحالة مؤكدة من COVID-19. طيب دكتور لو بس شوي نوضح لهم، تسمح لي بس، شو نقصد إحنا إذا خالط الطفل؟ شو نقصد بالمخالط؟ لو تشرح لهم شو نقصد إحنا بطفل مخالط لشخص مصاب؟ المخالط بالتعريف بحسب المعايير الوطنية هو الذي يكون على مسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد-19 بشكل مؤكد. بالضبط، يعني سواء كان هذا في المنزل أو في المدرسة، فالمخالط اللي يقضي وقت مع شخص ثاني مسافة لا تقل عن مترين أكثر من ربع ساعة. طيب شو التصرف الصحيح إذا ثبت أن هذا الطفل مخالط؟ طبعا احنا بنميز هون بين مصطلحين بالصحة العامة، هما مصطلح العزل ومصطلح الحجر. بالضبط، مهم هذا أن الواحد يعرف الفرق بينهم. بالضبط دكتور. نعم، فالعزل يطبق على الحالات التي تأكدت إصابتها، ويتم وضع الشخص المصاب في مثلا إن كان عزل منزلي في المنزل بظروف خاصة، وإن كان في المستشفى في غرف خاصة للعزل. بالضبط. وهو شخص مصاب تطبق عليه إجراءات المعالجة وعزله عن الآخرين من أجل منع انتقال العدوى لهم. أما فيما يتعلق بالحجر فهي إجراءات، مجموعة من الإجراءات الصحية التي تطبق على المخالطين للأشخاص يعني السليمين اللي هم مو مصابين، هو شخص سليم لكن أثبت مخالطة، هني إحنا نقدر نسميه إنه في الحجر مش في العزل، في فرق كبير فيما بينهم. طبعاً. ومن هون جاء الاستغراب يعني عند بعض الأشخاص، طيب أنا طفلي ليس عنده أي أعراض، ليس مريض، فلماذا أضعه في المنزل؟ لماذا يعني يجب عليه أن يكون مثلا لمدة 14 يوم موجود في المنزل دون أن يخرج، دون أن يعمل تماس مع أي أحد؟ هون الـ 14 يوم هي الفترة أو الحد الأقصى لفترة الحضانة. بالضبط. يعني إحنا المخالط نشك أنه قد حصل على العدوى وهو في فترة الحضانة، ولذلك ننتظر فترة الحضانة حتى نتأكد من ظهور أعراض مرضية عنده أو عدم ظهورها. ففي حال ظهور الأعراض يتحول إلى حالة مشكوك فيها ويجب أن تجري الفحص المخبري، وفي حال لم تظهر الأعراض فهو قد اجتاز فترة الحضانة بسلام، ونكون قد اطمأنينا على أنه لم يصاب بالعدوى، وبالتالي يسمح له بالحركة والخروج من جديد، ويسمح له بالرجوع للمدرسة. أن نسمح لن يرجع للمدرسة بعد ما خلص الـ14 يوم، هل في شهادة معينة يحتاجها هذا الشخص أو لا؟ بالنسبة للمخالط لا يحتاج شهادة للرجوع، يتصل به الطاقم الصحي الطبي في الموجود في المدرسة ليتأكد من عدم وجود أعراض، وبالتالي بعد ذلك في حال اطمأن إلى عدم وجود أي أعراض يسمح له في العودة للمدرسة. الشهادة هذه فقط نأخذ من الشخص المصاب عشان ما يصير لبس بين الناس، المصاب لازم يكون في شهادة خلو من المرض عشان هو يقدر يرجع للمدرسة. الكلام صحيح دكتور؟ أما المخالط فما يحتاج أن يثبت شهادة خلو من المرض، صحيح؟ صحيح تماما، اللي يحتاج الشهادة هو من وجدت لديه أعراض وتم تسميته على أساس حالة مشكوك بها، وبالتالي أرسل إلى المنزل ليتم التأكد من هذه الأعراض، هل هي أعراض مرض عام أو أعراض COVID-19، وبالتالي التأكد لا يتم إلا بإجراء الفحص المخبري الـ PCR. هذه الشهادة من وين نحصلها دكتور؟ من وين يكون؟ يتم الاتصال بالرقم الساخن لهيئة الصحة اللي هو
800-342 وعن طريق الاتصال هناك أشخاص يقومون بالمساعدة ويعني إرشاد الشخص إلى كيفية الحصول على هذه الشهادة. وفي رقم ساخن خاص أيضا للمدارس دكتور ولا ما عندنا هذا الرقم الساخن؟ المدارس لا، هذا هو الرقم الساخن لهيئة الصحة الذي يتعلق بكل الجوانب الصحية التي يحتاجها أي شخص من أفراد بالضبط. المجتمع بالضبط. طبعا نحن نرد نذكر أعزائي المستمعين برقم التواصل مع هيئة الصحة بدبي والخط الساخن اللي هو 800-342 لكل أسئلتكم واستفساراتكم واللي خاصة بكوفيد 19 بيحصلون كل يعني الإرشادات اللي تدلهم وللطريق الصحيح للحصول على هذه المعلومات. ونعم دكتور حديثنا معك مستمر، وهناك قواعد للصحة العامة معتمدة في هيئة الصحة بدبي تحفظ لنا سلامتنا في أي بيئة ومنها البيت والمجتمع المدرسي، ممكن تعرفنا على قواعد الصحة العامة؟ طبعا فيما يتعلق بالبقاء بالمنزل. نعم. الكثير من أولياء الأمور يتساءلون ومن أفراد المجتمع يتساءلون عن أهمية البقاء في المنزل. في كثير من الأحيان تقصد بالبقاء بالمنزل للشخص المخالط دكتور صحيح؟ للشخص المصاب أو المخالط. المصاب يطبق عليه أحيانا العزل المنزلي. المخالط أيضا يطلب من أولياء الأمور إبقاؤه في المنزل. وفي حالات أخرى يطلب من قبل الطاقم الصحي في المدارس من أولياء الأمور في حال أصيب طفلهم بأي أعراض مرضية إبقاؤه بالمنزل وعدم سماح له بالذهاب إلى المدرسة. دكتور. يعني هون يتساءل أولياء الأمور، طيب أنا طفلي عنده حالة بسيطة، لماذا يطلب إلي إبقاؤه في المنزل؟ فإبقاؤه بالمنزل هون إحنا ربما تكون هذه الأعراض في كثير من الأحيان يتظاهر كوفيد 19 بأعراض بسيطة، ونريد أن نوضح ونتفق مع أولياء الأمور على إنه هذه الحالات البسيطة يمكن أن تكون كوفيد 19، يمكن في احتمال بنسبة مئوية معينة في إمكانية أن تكون كوفيد 19، وبالتالي لا نريد انتشار العدوى من هذا الطفل إلى الأطفال الموجودين في المدرسة. نصيحة أخيرة دكتور لو تعطين المستمعين نصيحة أخيرة قبل ما نختم حلقتنا. في كمان أسئلة كثيرة تتوارد عن استعمال الكمامة. الحقيقة يعني مهم جدا استعمال الكمامة بصورة مستمرة للأطفال حسب الدلائل الإرشادية لهيئة المعرفة وهيئة الصحة. لكل الأطفال ما عدا الأقل من 6 سنوات اللي هم دون 6 سنوات من العمر، وبالتالي يعني ارتداء الكمامة مفيد وضروري جدا بطريقة صحيحة، بعد لازم يعرفون يرتدونها بطريقة صحيحة. دكتور وليد الفيصل شكرا على وقتك الثمين وعلى معلوماتك القيمة جدا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا لكم. في ختام حلقتنا نذكركم بالنصيحة الدكتور الأخيرة لضرورة ارتدائكم للكمامات بالطريقة الصحيحة لوقايتكم من كوفيد 19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. شكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لك أختي آمنة، كل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المتألق نمر، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.